من رحمة ربنا بينا أنعم علينا بنبينا في ربنا على الرحمة يأسس فينا إبنينا ويوم عن يوم بنتعرف على الرحمة ونتشرف ويوم عن يوم بنتعرف على الرحمة ونتشرف إن احنا من أمته اللي بسبب رحمته لسه بسماء سنته قلوبنا برحمة ترفرف من رحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبنكمل معاكم سيرة الرحمة. بعد إسلام حمزة زادت قوة المسلمين، وقريش مستمرة في تعذيب الضعفاء من اللي أسلموا، ولجأوا للمفاوضات مع سيدنا النبي مرة تانية وعرضوا عليه الأموال والملك، لكن سيدنا النبي ثابت على موقفه، وثباته ده خلى أصحابه واثقين من النصر وإنهم على الحق وإنه رسول آخر الزمان، لدرجة إن واحد من قريش رجع بعد المفاوضات مع سيدنا النبي وهو مقتنع بإنه نبي، وقال لقريش: أنا لو منكم أسيبه يكمل دعوته، فلو حد غيركم قدر عليه يبقى خلاص وترتاحوا، ولو انتشرت دعوته فهو واحد منكم. فردوا عليه: والله لقد سحرك. وبعدها ساومت قريش أبو طالب عم سيدنا النبي مساومة غريبة جدا، كانوا عايزين يدوله فتى من قريش ويسيب لهم سيدنا محمد يفعلوا فيما يشاءون. فرد أبو طالب: والله لبئس ما تساومونني عليه، تعطوني ابنكم أرعاه وتأخذوا ابني لتقتلوه، هذا والله لا يكون أبدا. ازدادت حيرة قريش وما قدرتش ترجع سيدنا النبي عن دعوته، فراحوا لبعض أحبار اليهود وحكوا لهم الموضوع، فردوا عليهم: اسألوه 3 أسئلة، لو جاوب عليهم يبقى نبي واتبعوه، ولو ما جاوبش يبقى مدعي وفعلوا بيه ما تشاؤون. اسألوه عن فتية جاءوا من زمان بعيد جدا وكان لهم أمر عجيب، وعن رجل طواف طاف الأرض مشارقها ومغاربها، واسألوه عن الروح. فكان رد سيدنا النبي: سأجيبكم غدا. وانقطع الوحي 15 يوم، وعانى الحبيب صلى الله عليه وسلم من سخرية قريش، وبعدها نزلت سورة الكهف، وربنا سبحانه وتعالى علمه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وتعلمنا احنا كمان المشيئة في أقوالنا وأفعالنا. سيدنا جبريل نزل بالجواب على كل الأسئلة، فالفتية هم أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ والرجل الطواف هو ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. والروح من أمر ربنا، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبرغم أنه جاوبهم إلا إن جحودهم زاد. عمر بن الخطاب قبل ما يسلم قرر إنه يخلص قريش من سيدنا محمد، وهو في طريقه قابل رجل قال له إن أختك وزوجها أسلموا، فغضب عمر غضب شديد وغير اتجاهه ناحية بيت أخته ودخل وضربها، وأول ما شاف الدم من أثر ضربته رق قلبه وسمع كلامها لما قالت له: اطهر وتعالى علشان تقرأ القرآن الكريم. وبمجرد ما قرأ أول سورة طه اتحرك قلبه وتنزلت رحمات ربنا عليه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى،
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وبعد ما كان ناوي القتل فجأة وبكل بساطة أسلم، وبدل ما يروح لسيدنا النبي قاتل راح وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. وفرح به سيدنا النبي فرحة كبيرة، لأنه كان عارف قدر سيدنا عمر، وكان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وكان قصده عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. نبينا الكريم كان بيحب إن المسلمين يكونوا من الأخيار، وده لمصلحة الدعوة. كان بيؤمن بالكيف مش بالكم، لأن فخره بينا يوم القيامة هيبقى بالمسلمين اللي انتفع بهم الناس، واللي علموهم، واللي اتعاملوا معاهم بمعاملة نبيهم، فرحموا الصغير وعطفوا على الكبير وجبروا قلوب إخوانهم وأهلهم. هم دول المسلمين اللي سيدنا النبي هيفرح بيهم. لكن أصحاب سيدنا النبي كانوا لسه بيعانوا من قريش، لحد ما جه أمر من ربنا بأول هجرة للمسلمين، وكانت للحبشة، وكان الملك وقتها النجاشي. فالنجاشي وقتها كان على شريعة المسيح عليه السلام، وسيدنا النبي ائتمنوا على أصحابه، صورة من صور التكامل بين الأديان. وكان من المهاجرين للحبشة سيدنا عثمان بن عفان وزوجته السيدة رقية بنت سيدنا النبي. لكن اللي حصل بعد كده كان نقطة فارقة في حياة سيدنا النبي وفي مسيرة الدعوة، وكان التمهيد للهجرة الكبرى للمدينة المنورة، وده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنفهم كل يوم معنا لأصل الرحمة يجمعنا، حنفهم كل يوم معنا لأصل الرحمة يجمعنا، ونتعلم نكون أرحم في أفراحنا وأوجاعنا، وناخد درس من سيدنا ونتباهى بسيدنا، وناخد درس من سيدنا ونتباهى بسيدنا، إن إحنا من رحمته ميراثنا من سنته.